السلام عليكم متابعينا الكرام، معكم مهند غلام 0505163525 من بن حمودة للسيارات. السيارة اللي أنا شفتها قدامنا اليوم وإحنا ماشيين في الوكالة، لسه مدخلين سيارة من أمس أو أول أمس، اسمها سراب إس جولد إديشن. زي ما انتم شايفين جولد إديشن، عليها تعديلات. خلينا نشوف من قدام. أوكي، شبك مع الخط الذهبي، البوطاي الذهبي العريق، الهوكات اللي على الدعمية الذهبية. طبعا نطلع نشوف اللي فيها. اوكي، الرنجات السود، كاليبرز ذهبي طبعا متناسقة متوافقة مع الاديشن. شوف هنا ايه كمان. ايوه، السراب الذهبي رائع. شوف، نفتح الباب نشوف. طيب ممتاز، لما فتحنا الباب في عندنا دواسة اوتوماتيك تطلع وتنزل مع فتحة الباب او مع الريموت. يعني انتوا شايفين، خلينا نقفل الباب عشان نفهم. اوكي، تقريبا ثانيتين وبتطلع الدواسة. كمان الكاليبرز الذهبي مع الرنجات السود، الدعميات اسود، الاكزوزين الدول اكزوست اسود، شعار الشيفرولي بالذهبي، سيلفرادو بالذهبي ما شاء الله. فوق في تذكيرة للصندوق، ورا في تلبيسة الحوض. اوكي، ان شاء الله نشوف لو في اي اضافات من الداخل. نفتح من ورا، دواسة جميلة. اوكي، الأرضية عليها شعار السراب، والكراسي زي ما انتم شايفين. اوكي، هذا الديزاين ما شاء الله. مضاف عليها الجلد، جلد سبيشال ديزاين، وعليه التخيط الذهبي. دي سيارة وحيدة بحمود عملها، ليميتد اديشن. دواسة مرة ثانية، سيت الليذر او الجلد مع الجولد ستيتش. تمام، طبعا في سدة ثابتة. السيارة نفسها في منها سدة ثابتة وفي منها سيت كامل، بيقولوا عليه بنش سيت. وطبعا دي اللي هي الـ 5.3 الـ V8، 8 سرعات، 355 حصان، Z71 باكج، الأوف رود الكامل، الإضاءة زينون وال اي دي، حساسات أمامية وخلفية، كاميرتين خلفيتين اتش دي مع الشاشة الـ 8 انش الـ اتش دي، والابل بلاي والاندرويد اوتو. اللي هياخد السيارة دي ان شاء الله هيبقى تقريبا هو الوحيد اللي معاه الشكل ده في الدولة كلها. يلا نشوف من نصيب مين فيكم ان شاء الله. اتصلوا على مهند غلام 0505163525 من بن حمودة للسيارات. اهلا بكم.